سهير فخري فنانة مصرية استطاعت بجمالها أن تخطف قلوب الجميع، ولكن جمالها أصبح نقمة عليها وفتح أمامها بوابة الجحيم بعدما أدخل زوجها مستشفى الأمراض العقلية. دخلت سهير فخري مجال الفن منذ طفولتها وأذهلت الجميع بموهبتها. كان أول عمل لها في فيلم خلود مع فاتن حمامة، وقدمت بعدها العديد من الأفلام مثل من غير وداع. بعدها ابتعدت عن الفن تماما، لكنها عادت للتمثيل مرة أخرى بعد 13 عاما وهي شابة جميلة تخطف الأنظار في فيلم أجازة صيف، وشاركت بعدها في العديد من الأفلام مع نجوم كبار. بعدها تعرفت سهير على السيناريست محمد كامل حسين، أعجب بها وأحبها وهي بادلته نفس الشعور، ثم تزوجا وعاشا معا أياما سعيدة إلى أن انقلبت حياتها رأسا على عقب بعدما رآها عبد المنعم أبو زيد سكرتير المشير عبد الحكيم عامر. انبهر عبد المنعم بجمالها وحاول التقرب منها، وعندما علم أنها متزوجة طلب من زوجها أن يطلقها، لكن محمد كامل رفض أن يترك زوجته، فتم القبض عليها بتهمة عدم سلامة قواه العقلية وأودع بمستشفى الأمراض العقلية. بعدها أجبر عبد المنعم سهير رفع دعوى طلاق، وهذا ما حدث بالفعل، ثم تزوج منها. ظل محمد كامل في مستشفى الأمراض العقلية 4 أعوام، وبعد ذلك تم طرده إلى لبنان. وقبل النكسة بأشهر قليلة تم القبض على عبد المنعم بسبب أزمة علي شفيق وشمس بدران على رئاسة مكتب المشير، لتسترد سهير حريتها وتعود للفن مرة أخرى بعد النكسة. وبالفعل شاركت في العديد من الأفلام، لكنها لم تحقق النجاح الذي حققته من قبل، لذا قررت اعتزال الفن نهائيا. شاركنا في رأيك، هل الجمال يكون نقمة على أصحابه في بعض الأحيان؟